حول الله سيكون عمل جيد. أهلا وسهلا بكم. تفضلي أستاذة سلوى، لك الكلمة. أهلا وسهلا بكم في هذه الأمسية في تدريب جديد حول الفليب جريد وكيفية استعماله وطريقة الحصول على بعض الشارات واستعمالها في تقديم ملف نومينيشن للحصول على خبير مايكروسوفت. أهلا وسهلا مدام سلوى. نعم، افتح المسدح، الميكرو. نعم، تفضل تفضل، لك الكلمة، تفضل. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسرنا ويسعدنا نحن المجموعة التونسية للتكنولوجيا والتربية والتدريب أن نرحب بمتابعينا الأوفياء ونقدم لكم أجمل معاني الامتنان على تشريفنا هذا اللقاء لنزداد إقبالاً على العمل والعطاء ورفع راية العلم والمعرفة. فشكراً يا أصحاب الهمم العالية والجهود المباركة. يتواصل لقاؤنا هذا المساء، لكن ليس مع المدرب المغربي أنس البلغيتي وزوجته هند أشاوي، لأنهما لم يلتزما بما اتفقنا عليه، وذلك بسبب أنهما يعملان مع جمعية تونسية أخرى ولا يمكنهما تقديم اللقاء لنا نحن فيما ينفع الناس بصفة تطوعية ومجانية، بل ستكون معكم المدربة المتألقة أنس الذهبي والمدربة المبدعة عبير المرزوقي، وتنشط هذا اللقاء مدربتنا المتميزة سونيا السعيدي. فلتتفضلن نساء بلادي نساء ونصف. شكرا أستاذة سلوى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بالجميع. يسعدنا حضوركم معنا هذه الليلة في تدريب جديد مع منصة فليب جريد. أود الترحيب في البداية بمدربتنا المباجلة الأستاذة عبير المرزوقي، هي أستاذة مدارس ابتدائية، ماجستير تكنولوجيا التربية سنة ثانية، متحصلة على لقب خبير مايكروسوفت لسنة 2022، ومدربة معتمدة لدى المجموعة التونسية للتكنولوجيا والتربية والتدريب. مرحبا بك سيدة عبير. السلام عليكم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، يعطيكم الصحة. في التدريب سأكون مع سيدة عبير في تقديم المنصة، تقديم بسيط لل على محادثتكم أنس الذهبي، أستاذ التعليم الثانوي MIU Expert لسنتين على التوالي 2020-2022، Microsoft Trainer، Co-Spaces EDU Ambassador، Wakelet Ambassador، Flipgrid Student Voice Ambassador، ومدربة معتمدة لدى المجموعات التكنولوجيا والتربية والتدريب. هذا بغض النظر عن شهادات أخرى في التدريب والكوتشينج. شكرا مرة أخرى لجميع الحاضرين. سنستهل اللقاء بتقديم المنصة فليب جريد، وسيكون هناك جانب نظري وجانب تطبيقي طبعا لنتعرف على مميزات هذه المنصة. إذن الرابط موجود سي محمد في الشات، تفضلت بوضع الرابط المخصص لمنصة فليب جريد في الشات، سأقوم بنسخه مرة أخرى. يعطيك الصحة. إذا وضعته في الشات للمساعدة، هذا لمن ليس له حساب فليب جريد يمكنه الدخول والتسجيل. شكرا. نعم. جميل. يعطيك الصحة.
شكرا. إذن سأقوم بالضغط على sign out للدخول أو الولوج إلى المنصة كاستعمال البارتاج. البارتاج ما فهمتش خاطر نحيت وعاودت دونك موجود البارتاج هكا لو سمحت نحتاج الكود عشان نضم للكليب دريت مطلوب مني كود شكرا عفوا مطلوب مني موجود الكود لم أفهم السؤال المطلوب مني الكود يا فندم عشان نضم للكليب دريت احنا مبتدئين من الاول خالص يعني حنبدا بفعل بالقيام بالساين ان بالنسبه للي عندهم حسابات والساين اب للي ما عندهمش حسابات وان شاء الله في التمرين الموالي سيكون هناك دونك شير اللينك اللي حتشاركوا به معنا بصفه مباشره ان شاء الله واضح طيب لما نحط الـ شكرا الـ اللينك بتاع فليب جريد في الادريس يعني في الويب براوزر يعطيني الفرصة اني ادخل المنصة عن طريق حساب مايكروسوفت او حساب جوجل اكاونت والا عن طريق ايميل اخر اذا كان تحبوا للي ما عندهمش حسابات يستطيعون الضغط على sign up واختيار المايكروسوفت اكاونت او جوجل اكاونت طيب طبعا من الافضل انه يكون استعمال فليب جريد عن طريق الحساب المخصص لمايكروسوفت للترشح للقب معلم مجدد خبير لدى مايكروسوفت ليكون العمل طبعا تابع البرنامج واذا لم يكن معناها التسجيل معناها بالحساب مايكروسوفت يمكن ان يكون بجوجل ما فيش مشكل انا سادخل بصفه مباشره لانه اوريدي عندي اكاونت على فليب جريد يعني أعول على المجموعة أتصورها عندها من العلم ما يكفي للقيام بهذه العملية sign in أستاذة أنس يمكن وضع في التشات رقم واحد من له حساب فليب جريد ورقم اثنين من ليس له حساب فليب جريد وهكذا نمكن أن ننطلق مع بعض في نفس المستوى تفضلوا اقتراح جيد شكرا أنت محمد بعد إذنك عاد مدام أنس طبعا استاذ عبير معنا عندك حساب دونك اللي ما عندوش حساب ننتظروه شويه يعمل ساين ان باش ساين اب باش يكون معنا طبعا اذا كان ما عندكش حساب حط 2 باش نعرف في الشات حتى ننتظر المجموعه للالتحاق باش نكونوا مع بعضنا عمليين يعني الهدف ديما من التدريبات نتاعنا وهذه خصوصيه الحقيقه في المجموعه نتاعنا انه اللي يحضر معنا يستفاد ويخرج بخبره وبمهاره كافيه انه تخليه قادر انه يستعمل المنصه اللي نقدموا فيها بكل مهاره زيادة استاذه سعاد حتى 2 يعني ننتظرك استاذه سعاد انك تعمل ساين اب بسرعه لو سمحتي يعني إذا كان تشارك معنا بصفة مباشرة إذا كان قدامك بي سي ولا سمارت فون يعني باش تنجم تتابع منه وتخدم منه يا ريت تقول لنا يعني تعلمنا باش إنه يكون البرنامج الحصة متناسق مع احتياجات المتدربين أستاذة سعاد إذا يمكن تفتح المايك خلينا نسمعوك باش تكون معنا بصفة مباشرة تفضل أستاذة مرحبا هي انا نحضر في الكونت نتاعي لحظات شكرا نكون معك يعيشك مرحبا مرحبا اذا على ما اظن اغلبيه المشاركين لديهم حساب استاذه سعاد ساكون في البدايه ساتقدم بخطوات بطيئه حتى يمكنك الالتحاق بنا دونك التسجيل في المنصه هو بسيط ماهوش صعيب بكل أول ما ندخلوا في المنصة طبعاً أنا الجزء اللي مش نبدأ به هو تقديم المنصة والمحتوى متاع المنصة الأوبشنز اللي فيها والكل
التطبيق وإلى الجزء العملي حتى تكلف به الأستاذة عبيد مرزوق إن شاء الله بعد قليل. طيب كما قاعدين نشوفوا توا في فليب جريد عنا حاجتين كما تشوفوا لهنا groups وtopics. في حاجة اسمها groups وtopics. طبعا الgroups هي مجموعات يمكن أن نجد فيها topics ينضوي تحت نفس الفكرة أو نفس المشروع أو نفس البرنامج المخصص للجروب هذاك. يعني ينجم الجروب يكون هو عبارة على مجموعة أقسام أو محور معين من البرنامج أو بروجكت يعني باش يقوموا به التلاميذ. والتوبيك نجم يكون جزء من الجروب ولا جزء من المحتوى. ناخذ مثال مثلا الجروب هذا مثلا على سبيل المثال فقط انا مسميته MIU Expert 2023. فيه الجروب هذا فيه 3 topics يعني ثلاثه محاور او ثلاثه نقولوا احنا افكار يمكن تقاسمها مع كل المشاركين في هذا الجروب. التوبكس الاول اسمه هلو ايام. الفكرة أنه أول توبيك يمكن وضعه في أي جروب هو تقديم الأعضاء أو المشاركين members يعني المشاركين في هذا الجروب. التوبيك الثاني سميته What's the importance of being an MIU expert يعني للمشاركين في الترشح للقب معلم مجدد خبير لدى مايكروسوفت. ما أهمية هذا اللقب وما أهمية أن نكون إكسبير في مايكروسوفت ونكون مجددين لدى مايكروسوفت؟ هذا السؤال اللي ننتظر أنه إن شاء الله نكون قادرين أن نجاوب عليه. أساساً هو من الأسئلة اللي مطلوبة منا في الترشح. التوبيك الثالث اخترت أنه يكون العنوان متاعه 21 Century Skills اللي هي من أهم الميزات أو المهارات التي يجب أن تكون لدى المترشحين للقب معلم مجدد خبير لدى مايكروسوفت وهي مهارات القرن 21. يعني هنا في الترشح للقب لا تكفي المهارات التقنية أو التكنولوجية بل هو مهم جدا أن نتحلى وأن نطبق وأن نتعامل مع المتدربين والمتعلمين وحتى الزملاء بمبادئ القرن 21. وهذا باش يكون إن شاء الله موضوع التوبيك الثالث في الجروب اللي أنا سميته MIU Expert 2023. طيب طبعا تفضل هناك نبيه حامد لو سمحتي أنا مش عارفة أتعامل ممكن مساعدة ماجدة. أستاذة ماجدة لو يمكن فتح المايك. أنا أجد نفسي أتكلم مرة بالعربية مرة بالتونسي مرة بالمصري لأني أعرف أن اللهجة التونسية ليست مفهومة عند بعض الأشقاء العرب. الأستاذة ماجدة هل يمكن فتح المايك لنفهم ما هو الإشكال عندك غير مؤهل للوصول؟ أيوة عايزة أدخل بس إزاي أتعامل مع حضرتك أنا عشان أسجل اللي أنت حضرتك بتقولين. طبعا أنا حشير معاكم اللينك اللي تابع الجروب هذا. طبعا تمام حيكون معاكم. أيوة أنا حشير معاكم اللينك. طبعا عندكم هنا جوين كود نجمو نستطيع الولوج إلى الجروب هذا الجروب باستعمال الكود أو باستعمال اللينك. طبعا اللينك هذا هو عبارة على flip.com وفيه الكود يعني نفس التركيبة copy link. أنا حضع الرابط في الشات عشان يكون متاح للجميع وحدخل معاكم في بستأذن منك أستاذ عبير عشان هو كان الجزء المخصص ليكي يمكن أنك تعيدي المرحلة دي مع المجموعة بس عشان أشير معاهم التوبيك أو الجروب هذا. أنا حدخل
بال private navigation يعني أنا أنا هنا دخل بأكاونت مستعمل عادي يعني هو مش باسمي مش بالايدنتيتي بتاعي يطلب مني اني ندخل كونت اخر يعني طبعا انتم تستطيعون الدخول بالاكاونت مايكروسوفت اكاونت اللي انتم عاملين به الحساب بتاعكم او الجوجل اكاونت انا هدخل بالمايكروسوفت اكاونت عشان اكون مشاركه في الجروب مثل كل المشاركين يعني هنا انا هستعمل الفليب جريد كتلميذه او كليرنر يعني زي ما ظاهر ليكم هنا الايكون مختلفه ما هيش الايكون الخاصه بي يعني هذا حسابي الشخصي في فليب جريد وهذا الحساب اللي دخلته باستعمال اللينك انا هنا في الجروب MIU Expert 2023 في الجروب هذا فما three topics مش نختار منهم topic معين لإجابة عن السؤال مثلا hello I am في التوبيك هذا موجود عندكم شنو اللي مطلوب شنو الحاجة اللي مطلوبة منك انك تسجلها عن طريق فيديو I'm excited to learn with you on Flipgrid in your video share your names your name where are you from what's something you should know about you هنا مش تحكي على روحك شوية يعني مش تعرفنا بروحك التكست ذي هو يقول لك ويوجهك بالضبط التسجيل الصوتي او التسجيل الفيديو نجم يكون على فكرة يعني صوتي نجم تحطش الصورة متاعك نجم تحط صورة أخرى نجم يكون صوتي 100% وإذا كان أنتم جاهزين لتسجيل مشاركتكم تستطيعون الضغط على البطن Add Response وهنا يطلب مني يا إما أفتح الكام أنا للأسف دلوقتي ما عنديش كام إذا مش ممكن الكام أستطيع أن أعمل import video وأخذ فيديو حاضر يعني جاهز من الكمبيوتر طيب المرحلة الثانية next ستكون اختيار عنوان للفيديو اللي سجلته وإلا مش نختار الكفر البيكتشر هذه نجم نختار بيكتشر أخرى ونجم نضيف لينك معين خاص بالفيديو وإلا بالفكرة اللي أنا أحب أن نوجهها مثلاً تويتر أكاونت ولا فيسبوك أكاونت على سبيل أنه يكون فما تواصل مباشر مع بعضنا نعمل بوست توبيك طبعاً البرنامج قاعد يحمل في الفيديو اللي أنا عملت لها أبلود على نفس اللينك على نفس الكود اللي كنت عملت له شير معاكم ومن الجهة الثانية كتيتشر يعني مش نشوف responses اللي وصلوني للجروب هذا يعني بالتوبيك كل توبيك قداش فيه response مبدئياً ما فماش response مازال فارغ فما 8 مشاركين دخلوا للمجموعة الأسماء موجودة عندي توا ما شاء الله يعطيكم الصحة على الالتحاق في التوبيك هذايا كان تلاحظوا عندي co-leads اللي هو أستاذ أو مربي أو شريك في نفس الفكرة في نفس الجروب اللي هما طبعا أستاذة سلوى أستاذة سونيا هما شركاء معايا في نفس الفكرة وفي نفس الجروب يعني نجموا مثلا مع زملائنا في نفس المؤسسة التربوية أن نصنعوا جروب في فليب جريد ونتشاركوا مع بعضنا في مشاريع مشتركة على نفس القسم إذا كانت تشاركوا في نفس القسم مثلا
كان تشوفوا لهنا النوتيفيكيشن الناس اللي التحقت موجوده الاسماء متاعكم، هذا الاسم متاعي انا مازلت التحقت، ريما موجوده، عرفاوي، علي، يعطيكم الصحه. هذوما اخر يعني بالمينتس 5 minutes. استاذ علي هو الاول، بارك الله عليه، يعني مساند رسمي للمجموعه، بارك الله فيك سي علي ومرحبا بك ديما دائما وابدا. استاذ غفران زيد يعطيك الصحه، استاذ ريم يعطيك الصحه، استاذ خوله مرحبا، استاذ محمد طبعا غني عن التعريف، استاذ سعاد مرحبا، بارك الله، يعني عملت حساب والتحقت، هاي بيرفكت. به مش نعمل actualize، يعني اي اصبح عندي 18 member في الجروب. انا هعمل زوم اوت هشوف الليست ريسبونس، عندي 3 ريسبونس هنا، يعني في 3 اجابات صاروا في الجروب ولا في التوبيك. هتابع الموضوع بالتفصيل، عندي 2 اجابات في التوبيك هلو اي ام، وإجابة واحدة في 21th century skills. هنشوف المثال. طبعاً كما تشوفوا لهنا في التوبيك 21th century skills عندكم التكست اللي يوجهكم على أنا موضوع بالضبط نحكيه، يعني make a recording explaining the use of the one of the 21th century skills in your classroom: critical thinking, creativity, collaboration, communication, information literacy, etc. So إذا كان استعملت واحدة منهم نجم تعمل عليها تسجيل. شوفوا تسجيل أستاذ علي مرحبا، يعني خير إنه يحط لنا إبداعات وصور، شكرا مشكور. نشوفوا المشاركات الأخرى. هلو أيام، أستاذ محمد. Hello, I am Zirawi Mohammed from Tunisia. I am a teacher at primary school. Hello. Nice to meet you, Mr. Mohammed. تفاعل مباشر هذا. أي. مبروك ألف مبروك. الله يبارك فيك، عايشك. هذه بالتونس. مبروك ألف مبروك. يعطيك الصحة سي علي. ميرسي بوكو. مبروك ألف مبروك. هذا النجاح والتفوق. ألف مبروك لكل الناجحين إن شاء الله في مجالاتهم المختلفة، تلاميذ البكالوريا متميز ليهم إن شاء الله جداً. أي إن شاء الله التباريك تتواصل بعد النومينيشن ونسمع بيكم الناس كل وليتوا ديز إكسبير، وعلاش لا ترينر في مايكروسوفت، وعلاش لا ترينر معنا في المجموعة التونسية للتكنولوجيا والتربية والتدريب، لأن الأبواب مفتوحة لكل الناس الطموحة والتي تريد نشر العلم ونشر الخير للغير، ولنفعل النش إن شاء الله. يعطيكم الصحة. نواصل. إذن هو هذا كان مشاركة بسيطة في طريقة استعمال الجروب وطريقة استعمال التوبيك. إن شاء الله نعود نشوفه مع الأستاذ عبير بعد قليل كيفية إنشاء توبيك وكيفية إنشاء جروب من الأول. يعني طيب، يعني إحنا شفنا الجروب، شفنا الكاميرا، كيف نقوم بتسجيل صوتي أو فيديو. طبعا للأسف في تسجيل الفيديو فيه options، فيها ايموجي وايمجز وايفكتس كلهم ما يطلعوا الا ما يكونوا موجودين، الا ما يكون عندي كاميرا. طبعا انا ما عنديش كاميرا دلوقتي، على هيك العمل هذا ان شاء الله استاذه عبير تولي ترجع توريه لنا من بعد. عندنا الاوبشن هذه اللي هي نوتيفيكيشن، اي واحد يدخل للجروب او للاكونت نتاعك عن طريق جروب او توبيك، ينجم يكون الجروب او التوبيك الحالي ولا اي جروب من الجروبات القديمه اللي خدمت عليها قبل. يعني كما تشوفوا في الحساب نتاعي عندي 52 جروب 74 توبيك، هو عمل طبعا نتاع اكثر من سنتين. اذا كان نحب نبحث على اسم جروب معين او اسم مجموعه او اسم توبيك معين، استطيع استعمال السيرش جروب.
إذا كنت أريد إضافة جروب نعمل بلس جروب، وإلا topic نعمل بلس topic، وهذا مش نشوفوه مع أستاذة عبير طبعا. مش نشوفه لهنا البقية الأوبشنز اللي هما مهمين ياسر في استعمال البلاتفورم أو المنصة الخاصة بفليبجريد. عندنا البروفايل، يعني نستطيع اختيار الصورة، الأكاونت، الفيديو، الشورتس كما اللي موجودة في يوتيوب، كما الموجودة في تيك توك، شورتس اللي هما الفيديوهات القصيرة. يعني كما تشوفوا لهنا عندي برشا مشاركات نتاع التلاميذ عن طريق العديد من الأنشطة المختلفة. بالطبع إذا كان نحب نبحث على فيديو معين بالاسم أو باسم الشخص أو باسم التوبيك أو الموضوع اللي شارك به. ديسكفري، ديسكفري هي عبارة على موسوعة علمية أو يعني لايبراري كاملة، لايبراري كاملة اللي نجم نكتشف فيها عمل وأشغال شغل المربين حول العالم على فليبجريد. يعني نجم نستلهمه من عند بعض المربين. view all submit a topic، هذم topics موجودين وموجودين في الديسكفري. طبعا topics هذم اشتغل بهم بعض المربين في العالم. عندي هلا عليز هاوس، يطلعش علي صديقنا علي زعما هنا باش نختار عليز هاوس كمثال. يعني اذا كان عجبني المثال هذا مثلا كان باهي راي نتاعي، كان مش باهي اكيد 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 استاذ علي اكيد. اذا كان التوبيك هذا شفتوا لهنا الانستراكشنز، يعني المطلوب بالضبط بالتفسير كل شيء، كان التوبيك هذا عجبني ويتماشى مع الشغل أو المشروع أو البروجيكت اللي مش ندخل فيه مع تلامتي، نجم نعمل add topic. شو معناتها add topic؟ طبعا add topic add to your group، create a new group، يعني هنا مش نزيدوا الجروب معين، مثلا مش نزيدوا الجروب متاع اليوم اللي هو اللي استعملناه اليوم MIU Expert 2023 save to group. يعني التوبيك أنا ما صنعتوش، go to my topics، أنا ما صنعتوش، ما هو ولا جزء من الخدمة متاعي، مش الشغل متاعي. يعني نجم نستثمر أو نستعمل أشغال المربين الموجودين حول العالم في أحد المشاريع اللي أنا قدمها. طبعا أنا حطيته كتوبيك تابع جروب، يعني كيف ندخل الجروب هذا مش نلقاه موجود تابع التوبيكس اللي أنا دجا كنت برمجتهم في الجروب متاعي. واضحة الفكرة على ما أظن. زادوا لي ريبونس في استاذ علي مره اخرى، استاذ ياسر ما سيرش نبحث على اسم جروب معين، هذا صوتي على المباشر توفيق يعني. طيب نرجعوا، مش نرجع لديسكفري خاطر مازلت ما كملتش مع ديسكفري. كما قلت لكم يعني لهنا مش تلقاو الليست اوف توبكس اللي تنجموا تستعملوه، تنجم تعمل فيو اول وتشوف. طبعا هو مقسمين الانواع، وهنا فما زادة الفليب لايف ايفنتس اللي هي جزء مهم ياسر من الملف المخصص للترشح للقب معلم مجدد خبير لدى مايكروسوفت، اللي هما الايفنتس لايف ايفنتس اللي مبرمجين على فليب جريد، واللي تلقاوهم اللينك متاعهم حتى على المنصة في مايكروسوفت. وطبعا فما سؤال يطلب منك انك تكون مشارك في احد الايفنت هذوما اللايف ايفنت. طبعا مثلا هو فما ايفنت يمكن فاتنا اللي هو 27 جون واللي جاي ان شاء الله 11 جون، نجمو نعملو فيه دونك انسكريبسيون. وهذوم طبعا الايفنت اللي بشي يتبرمجوا في اللاحق، هذوم الايفنت اللي صاروا من قبل اون ديماند، يعني تعاود تشوفهم، نجم يقعدوا لك تسجيلات، نجم تعاود تفرج فيهم، اما ما تتحصلش على شهادة المشاركة وما تتقيد لكش يعني في الملف متاعك اللي انت شاركت في البرنامج هذاك. اذا كنت تحب تثري الملف متاعك حاول ديما تتبع الجزء هذا من المنصة وفعل والقيام بالساين ان. مثلا ناخذ مثال فيو مور، يا
يعطيك لهنا ديت اكسترا، يقول لك ريجستر ذيس ايفنت، تكتب الاسم نتاعك وكل ما يخصك للتسجيل. طبعا ماذا بيك يكون بالمايكروسوفت اكاونت التسجيل، يعني حتى لو كان انت في فليب جريب تخدم بالجوجل اكاونت ما يقلقش، بالنسبه لللايف ايفنت نجم تسجل بالمايكروسوفت لينك ايميل سوري، وباش يتقيد لك يعني حضور في لايف ايفنت تابع فليب جريب. نرجعوا شنو عندنا اخر في ديسكفري؟ عندي ماي لايبرري. ماي لايبرري لهنا هي مثلا اللايبرريز اللي الكولكشنز والتوبكس والجروبس اللي انا شارك بهم باش وليت فليب جريد ستودنت فويس امباسادور عن طريق المراحل الثلاثه اللي هما يتمثلوا في ثلاثه مراحل، ليفل 1 ليفل 2 ليفل 3، اللي هو يطلب منك انك تكون لايبرري يعني توبكس صالحين انهم ينشروهم ويقع استعمالهم من طرف المربين حول العالم. طبعا مثلا ناخذ التوبيك هذا ماي كانتري، نشوفوا الناس والمدربين والمعلمين حول العالم اللي استعملوا نفس الفكرة. طبعا قاموا بتغييرات اكيد، ما الفكرة استوحاوها من الأكاونت اللي أنا عملته، من التوبيك اللي أنا صنعته. أنا كيف عمرت النومينيشن للقب فليبجريد ستودنت فويس أمباسادور، طلبوا مني أني نصنع توبيك صالح للنشر في اللايبرري، وطبعا قعدت نستنى حتى لين عملوا فاليداسيون، يعني حتى لين شافوا يعملوا ساعات ما يقبلوش. وصارت معايا يعني أني قدمت فكرة وكانت فيها بعض النقائص، رجعوا لي على أساس أنه نعمل ريفيو يعني للأفكار الموجودة وصلحتها، ومن بعد يقع القبول. بطبيعة يطلب منك أكثر من توبيك وأكثر من خدمة. هو عمل يعني كما تشوفوا هنا، عملت قداش من كولكشن، قداش من توبيك. نزيد نقدمه هذا فيما يخص الديسكابري. طبعا بالنسبة للديسكابري عندك سيرش توبيكس مفتوح حسب اسم التوبيك او حسب اسم الجروب، حسب اسم البروجكت اللي انت باش تخدم عليه. نجم مثلا انا خدمت على الاي او تي اللي هو انترنت اوف ثينكس، اللي هو جزء من البرنامج الرسمي للكمبيوتر ساينس، خاطر انا استاذ كمبيوتر ساينس. والفكره نتاع الاي او تي استوحيتها من زميله في انجلترا، كانت قدمت فكره فليب جريد، جروب فليب جريد مزيانه برشا. به زيدوا نقدموا شويه. دونك شورتس ديسكفري ميكس تيبس. الميكس تيبس هما البيست فيديو، يعني حسب تقديرك انت نجم تختار فيديو من الناس ومتلاندا ومن المشاريع اللي وقع استعمالها، وقع ادراجها في مختلف المشاركات نتاع تلاندا والا حتى نتاع الزملاء، وتزيدها للميكس تيبس اللي هي the best video حسب تقديرك. طبعا دونك الاد ميكس تيبس نرجع لهنا جروبس. مثلا عجبتني بتاع مبروك مبروك، انا الحقيقه هذيك التباريك الناس كل تحبها. وان فيوت هذه انا هي هلو ايام اي ثينك. نسيت تفصيل مهم برشا، تشوفوا في المشاركات لهنا responses hidden، يعني ما فماش حد آخر ينجم يشوف responses إلا أنا. دونك كمدرب كمعلم كمدرب كأستاذ أو كصانع للجروب، يعني اللي ينشأ الجروب عنده الوقت أنه يشوف المشاركة ويقبل أو لا يقبل المشاركة. يعني hidden هي automatic تكون hidden، وانا عليا نعملها اكتف. وفي الحاله هذه توا حتى الناس اللي داخله تنجم تدخل على اللينك، اما ما تنجمش تسجل بصفه مباشره ما سالش، تنجم تدخل وتشوف المشاركات بصفه مباشره، يعني هما بابليك، هما عباره توا لو بابليك، وتشوفوا لهنا فيو قداش من واحد، وتنجم تعمل لايك وتنجم تعمل كومنت، وفما برشا حاجات. الفكره هو اني نحب نزيدها الاد تو ميكس تيبس، يعني نحب نزيدها to my best video. اوكي add got it. اوكي يعني الفيديو هيك ولا جزء من الميكس تيبس اللي انا
مختارتهم كانوا 3 ولا 4. دونك الفيديو هيا تاسي علي موجودة، مشكور مرة أخرى. نزيدوا نشوفوا الأوبشن اللي من بعد اللي هي achievements. achievements حسب Flipgrid هي تندرج في طبعا عدد responses اللي عندك في الأكاونت اللي أنت خدمه، total views, video this week, topic created, group created, achievements بصفة عامة. achievements أول شارة تاخذها أو أول سوري بادج تاخذها هي الـ community member. طبعاً أنا الحساب بتاع Flipgrid صنعته في 2020 وقت اللي حبيت نترشح للقب معلم مجدد خبير لدى مايكروسوفت في سنة 2020. دونك لهنا كما تشوفوا أنا لهنا Flipgrid Certified Level 1, Flipgrid Certified Level 2, Flipgrid Certified Level 3. وهنا طبعاً عندي الجروب كرييشن، اذا كان توصل تعمل جروب واحد يعطيك البادج هذايا الي ديريكتومون اكتيفيت، نجم تعمل داونلود شير اون تو تويتر تو فيسبوك. اذا كان تعمل 5 جروبس كيف كيف يعطيك البادج الموالي. هذوما اللي بادج سهلين تنجموا تصنعوهم بكل بساطه. انا حتى لتو عندي 25 جروبس، ما زلت ما خلطش 15 بلس جروبس. لهنا الفيديو 15 videos, 2000 15 videos, 500 videos, etc. دونك هنا numbers of video حسب العمل والشغل اللي انت تقدمه. بالطبع بالطبع كي ندخلوا لهنا مش تلقاو Flipgrid certified educator let's learn best practices for empowering every voice. alors اش معناتها empowering every voice؟ يعني من المهارات اللي طبعا تحث عليها مهارات القرن 21 هي انك تكون قادر على التعبير على افكارك بكل طلاقة وبكل سلاسة وبكل حرية. طبعا حرية معقولة. Flipgrid certified وهذا هو الهدف من Flipgrid. يعني تلميذ اللي يبدأ حشام تيميد يعني يبدأ ما ينجمش يتكلم بمشاركته في فيديو عن طريق نشاط، ينجم هو مطلوب منه انه يقدم مشروع او فكرة مشروع او يكون جزء من حتى من المشروع، والخجل متاعه يمنعه انه يتكلم بكل طلاقة في القسم. وكيف نعطيه فرصة انه ينجم يصنع فيديو وهو في الدار على راحته، يعني ينجم يجرب، ينجم يعاود، ينجم يتدرب، وتنجم تكون موتيفاسيون اللي هو انه يمشي يشارك مع اصحابه، انه يمشي يتوج العمل نتاعه بمثلا مكافاه معينه. هذا الكل الهدف نتاع استعمال Flipgrid هو انه نعمل ديبلوكاج، يعني نقولوا اذا كان فما تلميذ عنده حاجه هكا وقفته انه يكون فاعل، انه يكون بوزيتيف. Flipgrid بالحق من الادوات اللي تعاونوا برشا برشا. طبعا اذا كان حاب نشوفوا كيفاش نولي Flipgrid certified educator level 1، عندي لهنا complete requirements. طبعا هنا عندك انا حشير معاكم البيج هذه، رجاء أن المايك فما مايك مفتوح. أستاذ عبد الله محفوظ رجاء. هنا تلقاو الشروط والمراحل اللي يجبك تقوم بها باش نجم تتحصل على Flipgrid Flip Certified Level 1 Certified Educator. طبعا السيرتيفيكيشنز مربوطين ببعضهم، يعني ليفل 1 ليفل 2 ما نجم تاخذها الا ما تتعدى بالليفل 1، والليفل 3 ما نجم تاخذها الا بالليفل 2، ومن بعد يجي الترشح للستودنت فويس امباسادور كوميونيتي. هلا استاذ استاذ انس حط الرابط نتاع الليفل 1 في الوحده موجود في الشات. موجود واضح شكرا. موجود في الشات تفضل. طيب واصل. اخر جزء مهم وعنا هنا هيلب سنتر وجيف فيدباك سيتينجز ساين اوت، هذوما حاجات مش
مطلوب ياسر انه نفسرهم يعني معروفين موجودين في البلاتفورمز كل. جريد بالز اللي هو جزء مهم مهم ياسر من نومينيشن مايكروسوفت نومينيشن للام اي يو اكسبرت انه تكون عنصر موجود في الجريد بالز يعني في خريطه العالم كما تشوفوا لهنا كما تشوفوا البلس جرين بلسز اللي تراو فيهم جرين بلس هما المشاركين في منصه فليب جريد اللي عندهم جروبس اللي عندهم توبكس اللي عندهم تسجيلات ومتلمبة فعلين في منصة فليب جريد هما مشار لهم على خريطة العالم بالجرين بلس اوكي طبعا نستعمل تجربة ابحث على شخص من مجموعة طبعاً يعني وكيفش مش نلوج على المجموعة الكل نحب نضيف المجموعة الكل معايا اليوم بإذن الله ننضافه لبعضنا طبعا تنجموا انتم تعملوا نفس الشيء حتى لبعضكم يعني صفه مباشره اللي حبيت ننبه ليه انه تنجم البروفايل نتاعك ولا الاكونت نتاعك على الجريد بال يكون هيدن يعني ما يشوفوكش يعني حتى كيف يبحثوا عليك ما يلقاوكش وهذه انتبهوا لها خاطر برشا ناس تفوتها اني تعمل اكتيف ادوكيتور كان كونكت وذ مي وهنا هيدن كانوت فيو ماي بروفايل دونك سي تشوازير خنجمو تشويس كان انت تحب تكون اكتيف اور هيدن طبعا احنا في الاسئله المطروحه في النومينيشن مايكروسوفت نومينيشن قداش عندك جريد بالز قداش من واحد اتصلت به عن طريق جريد بالز فشوف واش معناتها اتصلت به يعني انك شاركت معه اتصلت به باش تشارك معه نشاط عن طريق فليب جريد بيه نشوفوا لهنا في الطليعة أستاذة سلوى أوتوماتيكلي أنا ما عملتش غشاش راهو موجودة جي با في دو غشاش مرحبا يا أختي العزيزة باش نبعث لها بصفة مباشرة شوفوا لهنا هي البروفايل نتاعها موجود كيف ننقر على الاسم بصفة مباشرة طبعا هي لخاطرها فاتحة الجريد بال وعاملة يعني الأكتيف أوبشن تاع الجريد بال نعملها send an invite, an invite send an invite الانفيتيشن will be sent by using email address طبعا هي في البروفايل نتاعها كانت يمكن إضافة التويتر account الفيسبوك account باش نشوف بعض المشاركين الآخرين تشوفوا لهنا نجم نحطوا يعني نضع الاكاونتس الخاصين بالسوشيال ميديا كلهم يعني مش نشوفوا الريسيرش متاعي نجم تكون بصفة مباشرة على الأسماء search grid pulse أو بصفة خاصة على شريحة معينة من المعلمين أو الأساتذة أو المدربين لمجال أو شريحة عمرية معينة يعني إذا كان أنا اللي محتاجته أن يكون technology instruction coaching or education university college family and friends على حسب يعني حسب شركات الفليب جريد participants نجم نختار option ملي options هذو طبعا إذا كان أنا ما نختارش حتى option مشيت على لي ليست كاملة بتاع المشاركين الكل اللي موجودين على الخريطة كما كنا نشوفه الاختيار ينجم يكون by using subject عن الـ agriculture all key 12 American sign language etc business على حسب art engineering على حسب يعني مجالات الاختصاص إذا كان نحبنا أنا as a computer science teacher نجم نختار STEM for example نجم يكون هو STEM هو اللي يهمني technology هما اللي يخدموا في المجال بتاع technology اللي يخدموا بسايكولوجي او فيزيكال ساينس يمكن مش هذاك الموضوع اللي حاشي بيه بو لانستون دونك سي تشوازير مي سينو نجم لهنا باش نكتب الاسم بصفه مباشره سي محمد نبداو بيك على ما اظن احنا قمنا بالاتصال سابقا على اوتوماتيكلي يطلع لي الاسم طبعا انا يعني نعمل send and invite invite sent مش نلقى طبعا اكيد يلقى عنده في الايميل ادريس نتاعو مسج انفيتيشن نشوفوا استاذ سونيا خلينا نمشيو بالسعيدي مش نشوف الاسماء الكل استاذه سونيا مش نستغل الفرصه اني نبعث للجميع خلينا نكونوا get in touch اليوم استاذ علي سامحني الاسم سلامي بالفرنسي
هكا سالمي علي سالمي هكا بالعربية علي بن أحمد سالمي بونا بعثتك انت في الفليب جريد انت بعثت لي انفيتيشن نلقاها في الميل طول ندخل الميل ونشوفها بيه عفوا علي بن أحمد سالمي عفوا الكيبورد متاعي انجليش الكاركترز العربي كاركترز مش مبينين يعني قاعدة نجرب مش تكتب لك في الدردشة يعني بال اي لا لا ما طلعش معايا علي بن أحمد السالمي هكا سالمي في الديسكسيون نشوف الدردشة بي من غير ال من غير الالف واللام نعم من غير الالف واللام اوكي باهي طيب نرجع نشوف الـ الـ يمكن تكون عامل هيدن استاذ علي لو تسمحوا اكتبوا لي اساميكم مثل الاستاذ علي خليني نبعث لكم توا ديجا بعثت سهلوا عليا لا تسهلوا عليا الريسيرش من قش مش هيدينك كيف قدام بعثت لك انفيت معناها مش هيدينك لحظه بركه باش نثبت الجيميل موجود نجم تبعث بالاسم ولا بالايميل لا هو اوتوماتيك يبعث لي بالايميل اوكي هو اوتوماتيك يبعث لي بالايميل كيف تعمل انفايت يبعث لي بالايميل اوكي يوصل حتى الانفيتاسيون توصل على الايميل توصل على الايميل شفت سو هو قال لي Ali Selmi wants to be your grateful to connect you you can email Ali at your address email your email will not be shared until you send the replay learn best practices for setting up your connection here so كيف نعمل connection here normalement جهزني ديريكتومون باش ندخل مره جديده من جديد معناتها للاكونت نتاعي ونلقاك غادي يعني اوتوماتيك للاكونت نتاعك انت هذا هو شكون حط لي اسمه استاذ عبير مثالش نخلي لكم المجال مفتوح يعني تنجموا تبعثوا لي حتى وقت اخر ما يقلقش هذا هو اقتراحي انه وريتيهم الفكره توا ان باش نبعثوا لبعضنا الناس الكل باش تكبر الشريحة ونمروا لنوتر تاش باش نربحوا الوقت ان شاء الله ان شاء الله عبير كتبت مرزوقي او عبير مرزوقي او مرزوقي عبير حسب انت شنو كاتبه في فليب جريد يعني ها لا عبير مرزوقي يا كيكا طلعش معايا انت يمكن لقيتني في الفليب في الجريد بالز تجم تبعث لي انت ميسج انا ما طلع ليش الاسم مرزوقي نبعث لك بالميل ممكن اي تبعث لي بالميل خاطر انا ما طلع ليش الاسم ما نعرفش نبعثك معني الميل يا اونس كاتبه بالمينيسكول مش كاتبه بالماجستير لا لا جربت حتى بالمينيسكول سنة با مارشي هيك في الشات كتبته هي مينيسكول انا ما كتبتش لا جربت ما مشيتش دونك وليت جربت حاجه اخرى دونك لهنا فما طريقه اخرى للبحث على كل حال نجموا نبحثوا حسب الولايه عندك لهنا لا كارت دو لا تونيزي باش تطلعوا لك نورمالمون اوتوماتيك المشاركين على الفليب جريد في تونس وتكليكي على احد المشاركين هنا يمكن الاشاره ما طلعتش الجرين بلس على خاطر الكونيكسيون انترنت دونك اذا كان حاجتي بالمشارك هذا مثلا نكليكي عليه بصفه مباشره باش يقول لي هو شكونه يعني المشارك هذا هو شكونه يطلع لي الايدنتيتي نتاعو وهكاك هاي ماريانا نبيل ونجم نشارك معاها بصفه مباشره حسب المنطقه او حسب الريجيون حسب كذا يعني هي طريقه اخرى زاده للكونيكشن
settings و etc. هو أمر مش مهم. هكا نكون كملت الجزء متاعي ونجم نخلي المجال للأستاذة عبير مرزوقي مش تحكي لنا على كيفية إنشاء جروب وطبيق. شكرا للجميع على الانتباه. تفضلي أستاذة عبير. شكرا أستاذة أنس، يعطيك الصحة على التقديم. نجم نعمل بارتاج للكروم تاعي؟ طبعا. ثم بارتاج ولا لا؟ مازال ما وصلش. ثم توا؟ ثم توا، يعطيك الصحة. تفضلي. نحن وصلنا لهنا للصفحة هذه ومعنا مجموعة من الجروبس. باش نزيدوا نعملوا معناها سوف نقوم بإنشاء جروب جديد. أنا الجروبات اللي عندي بقسمتهم حسب القسم اللي ندرس فيه، سنة ثالثة سادسة رابعة. يمكن زيادة نعملوه حسب الموضوع أو حسب معناها الاهتمام بتاعك. سوف أقوم بإنشاء جروب جديد، create group. هنا تقوم بتسمية الجروب متاعك، المجموعة متاعك أو القسم متاعك. مثلاً مش نمشي في نفس التدرج، أنا بس أقوم بإنشاء قسم سنة ثانية مثلاً. هنا تضع الاسم، اسم الجروب. ثم هنا يمكنك معناها زيادة الصورة التي تريدها أن تظهر مع الجروب. تبدل التيم لهنا مثلا. لهنا تستطيع اختيار معناها التيم الذي تريده، Art, Nature, People, Texture مثلا. create group، ثم تضغط على create group. هي العملية بسيطة جدا في إنشاء الجروب الجديد. هذا الجروب الجديد. قمنا بإنشائه. نستطيع أن نغير من هنا باستعمال القلم، تغير التيم بتاعه أو تغير اسمه. هنا يمكنك حذفه، delete group، أو تنجم تعمل duplicate، معناها تعمل تصنع منه واحد آخر. به الآن نمر إلى إنشاء topics جديد. يمكن إنشاء topics من هنا، topics جديد، ويمكن أن تدخل إلى الجروب الذي قمت بإنشائه وتقوم بإنشاء topic لهذا الجروب بالذات. يعني هذا الجروب بالذات تقوم بإنشاء topic يخصه في نفس الموضوع. مثلا سوف نقوم بإنشاء topic لمجموعة السنة الثانية. نقوم بنضغط على plus topic، ندخل إلى هذه الصفحة. أول شيء نضعه هو التايتل، العنوان، عنوان التوبيك أو الموضوع أو التمرين أو الفكرة التي تريد إنجازها. يمكن مثلا لبعض المدرسين أن تكون وضعية استكشافية أو عنوان لدرس يريدون تقديمه معناها للتلاميذ، يضعون هنا العنوان. مثلا سوف أقوم بوضع عنوان
مثلا في مادة الإنجليزية body parts. في الديسكريبشن هنا سوف تقوم بوصف ما ستقوم به في هذا التمرين. مثلا present your كأن تعطي مثلا التعليمة your body parts. ثم هنا سوف نقوم بإنشاء الفيديو أو الصورة أو ما نريد إرفاقه مع العنوان. يمكن أن نرفقه بصورة، كأن نجلب صورة مثلا هكذا. يمكن أن نغير مقاييس الصورة. سيف ثم سيف تشانج مسجل. قبل أن أمر نسيت هنا في الديسكريبشن يمكن أن نضعها بولد تغير معناها نوع الكتابة هكذا. يمكن أيضا أن تكون الديسكريبشن هذه في صورة لينك، في صورة رابط يحملك إلى فيديو أو يحملك إلى موقع آخر. مثلا سوف أضع هذا اللينك، هذا الرابط. فيما بعد عندما أقوم بتشغيل الفيديو وأضغط على هذا الرابط سوف يعمل ويأخذني مباشرة إلى الفيديو الذي قمت بوضع الرابط متاعه. هنا يمكن أضع صورة أو إن قمت بحذفها يمكن أن أضع رابط لليوتيوب مثلا هنا، وأضع رابط لليوتيوب مثلا سأضع نفس الرابط هنا search. يعني أن تعطي تمرين أو أن تعطي تعليم وتضع الفيديو مثلا، تستطيع أن تكون وضعية استكشافية أو تلخيص لدرس أو قصة أو معناها أنت تتصرف في الدرس متاعك أو معناها في غير الدرس في أي حكاية أخرى في أي موضوع آخر هكذا. أو يمكن في بدلا من رابط اليوتيوب يمكن أن نضع، يمكن أن نقوم بجلب فيديو مثلا. مثلا تختار الموضوع الذي توده. ومعنى تضع الفيديو هذاك. يمكن أيضا أن نقوم بجلب رابط البانسي أو أدوب كرياتيف إن كان لديك حساب بانسي ويوجد فيه فيديوهات أو بعض الأعمال يمكن أن تقوم بجلبها. مثلا سوف نقوم بإنجاز مثال. مثلا نضع رابط البانسي هنا
مثلا. لو نرى مثال لهذا هكذا سوف يكون التمرين يطلع لنا هكا. يأخذنا مباشرة إلى البنسي، إلى البنسي متاعنا اللي خدمناه. هنا في الـ Present Your Body Part لهنا ما وضعنا لينك، هنا عندما نضغط عليه يحملنا مباشرة إلى الفيديو. إذا ما أردنا تغيير العمل أو التوبيك نستطيع الدخول من هنا الثلاث نقاط الموجودة على أقصى اليمين Edit Topic ونقوم بالتغيير المناسب. إن أردنا حذف هذا رابط البنسي هذا نستطيع أن ننجز نحن الفيديو الخاص بنا. أنا قمت بإغلاق الكاميرا هنا عندي. إذن سوف نقوم بإنشاء نحن الفيديو الخاص. سوف نقوم في البداية نستطيع أن نضيف بورد هكذا مثلا موجودة في المنتصف. ننظر هنا إلى الأسفل قليلا موجودة في المنتصف. نقوم بسحب اليد إلى الأقصى إلى أقصى اليسار أو أردنا اختيار بورد واحد آخر. هذا البورد. إن أردنا إضافة فريم وهو ما يوجد على الجوانب الصفحة مثلا هكذا. بالطبع عندما تنشئون لكم سوف تبدعون في إنشاء الفيديو. ثم هذا بالنسبة للبورد والفريم. نستطيع إضافة فيديو فوتو صورة مثلا هنا. عندما نضيف الصورة نستطيع التحكم بحجمها إما بتكبيرها هكذا نأتي إلى أحد الأطراف ونقوم بجذبها، نقوم بتكبيرها أو بتصغيرها العكس أو بتغيير مكانها يمكن التحكم بها. هذا بالنسبة إلى إضافة الصورة. يمكن إضافة كذلك الجيف وهي الصور المتحركة. ننتظر قليلا. كذلك الجيف يمكن أيضا التحكم في حجمها بتصغيرها أو تكبيرها.
يمكن كذلك إضافة ستيكرز. هناك لدينا أيضا بين القلم نستطيع أن نكتب به. هنا نتحكم في حجم القلم ولون الخط مثلا. يمكن أن نكتب بالقلم كما يمكن أن نضيف نص. هنا نختار نوع الخط، نوع الكتابة مثلا. نستطيع أن نختار كذلك لون الخط، لون الكتابة. هذا لون البوردور أو لون الخط الخارجي للكتابة. والباك جراوند هنا الخلفية التي سنكتب عليها، نختار لونها هكذا. مثلا نضع، يمكن أن نعيد كتابة التعليم هنا. نستطيع كذلك تغيير مكان النص، تكبير حجمه هكذا من الأطراف ونقوم بجذبه، أو تصغيره. نقوم بتغيير كذلك اللون، كل مرة نستطيع تغيير اللون. بالنسبة للباك دروب هذه كانت تخرج لي، يمكن إضافة كذلك إضافة فيديو، يمكن جلب فيديو أو صورة. الآن سوف نقوم بتسجيل الصوت. أهلا وسهلا، مساء النور. حبس مشي لهنا. next، شوف تسجل صوت ولا لا. next ما حبش يسجل لي صوت. أنس أستاذ أنس. نعم صوت ما حبش يسجل لي لهنا. أرجع شوية أجيد فيديو. رجعت. عندك مشكل في المايك متاعك ولا في يمكن البريفيريك يبدأ ساعات عنده أكثر من possibility، يعني عنده الميكرو كاسك وعنده الساوند متاع الكمبيوتر ساعات في الكونفيجوراسيون هذه كانت نجم. ما سجلت أما ما خرج ليش الصوت اللي سجلته، كعملت next لهنا ما تعدى ليش الصوت. لا ما يتعدلكش الصوت. أرجع شوية. لا مشيت لي ضاعت لي الخدمة. أعمل close أي مسج. أعمل new record، record video. هذيك في attachment رأي تستخدم فيها توا في الفيديو.
اي فيديو اما في الاتاتشمنت يعني مش في الهبه تمشي الاوبشنز مش فهمت ريد في الاد اتاتشمنت لوطا انت فوق ريكورد فيديو توب ميديا اطلع لفوق اطلع لفوق اي توب ميديا ريكورد فيديو اعمل سيف تشينجز الساعه لا فهمتنيش انت تو في التوب ميديا مش تزيد اد اتاتشمنت في الزون بتاع اد اتاتشمنت يعني مش تسجل فيديو يدعم فكره التوبيك واضح لهنا اد اتاتشمنت هذيا اي فهمتنيش انت لهنا توب ميديا هذوما يا اما تحط صوره يا اما تحط يوتيوب لينك ولا ايموجي ولا ريكورد فيديو هي عباره على اتاتشمنت يعني مع التوبيك اللي انت تخدم عليه يعني انت مش تبعث الخدمه للتلاميذ مصاحب مصحوبه بفيديو من يوتيوب ولا مصحوبه بالفيديو من عندك يعني هذه مش مشاركه في التوبيك واضحه الفكره ولا ساعه لهنا الريكورد فيديو هذايا ما نحن خدمناه توا ولا لا اما سجلت ما تسجليش باهي اعمل فهمتني انا ايش حبيت نوصل لك كفكره ولا ساعه اي فهمتي. يعني اي انت حتى سيف تشينجز مازلت ما خدمتهاش على خاطر فهمت باهي انت تحب تعمل معناتها ريسبونس للتوبيك نتاعك هكا ولا اي بنسمي نعمل سيف تشينجز اعمل سيف تشينجز Great. لهنا عندي اللينك لكن ما خرج ليش الفيديو اللي انا قمت امشي لل 3 dots هذوكم 3 dots 3 dots بحذا البختاجي يعني بحذا الشير فوق ايوه ريكورد الريسبونس ريكورد الريسبونس هاي كي لافون ديرنيير دوطا اي فهمتني تو هذه ريسبونس بكري كانت اتاتشمنت فيديو اتاتشمنت هذه فيديو از ا ريسبونس اوكي هنا انت اذا كان باش تسجل فيديو كليكي ديريكتومون سينو تعمل اوبشنز تحب ساوند كهو امشي اوبشنز مايك اونلي لهنا تعمل مايك اونلي فيري جود يعطيك الصح مايك اونلي باش يتعدل لك صوتك هاو فوالا لهناك نقرص على المايك اونلي ما يسجلليش ما نعرفش هذه يمكن مشكل تقني يعني نتاع الاكويبمنت اللي عندك فهمت ما نجمش نقول لك توا ما اذا كان نحب نعمل مشاركه بالمايك اونلي نمشي الاوبشنز نختار مايك اونلي وهذا متاح نحب نخدم فيديو ونستعمل معها الايفكتس كانت تسمح استاذه عبير توريهم الايفكتس توريهم الباك دروبس اي كنا توا ديجا كنا نعملوا فيهم نحن الايفكتس هذوما حتى في الباك دروبس وريتهم باك دروب الباك دروبس هذايا ما طلعليش خاطر ما عرفش علاش ما طلعليش كنت نخدم به في الفيديو يطلع لك لازمك تحل لا لازمك تحل الكاميرا سينو ما يطلعلكش الباك دروب يعطيك واحد يعني ديزاغيير بلان باك جراوند باك جراوند كيما ديزاغيير بلان ديزاغيير بلان حلوين برشا ديجا انا نخدم به برشا مع التلامذه هذيك يشيخوا بها التلامذه يوز تراك ليك عليها ما تخرجلكش يمكن خاطرك مسكر الماء الكاميرا الكاميرا كي تحلها تخرج لك ديريكت الكاميرا عندي لهنايا معناها ما تخرجليش الباك دروب هذه خدمت بها من بكري وخرجوا لي ما فهمتش علاش ما خرجوش كما قلت لك يعني انت كانت تحل الكاميرا بريفيو ترام بريفيو لا بريفيو كيف يعني تختار لا عشان انا بالنسبه لي خاطر ما عنديش الكاميرا دونك سايب شويه لو كان تخرج لي الاوبشن هذيك تخرج ليش مع لوغوزمون لا حتى انا كانت تخرج ما خرجت ليش على كل حال انا نتصور اللي المعلومه وصلت للحاضرين الكل اكيد على اساس انه نزيدوا ايفكت يعني مش تزيد ايموجي كادر افي هكا حتى دو لومينوزيتي وحاجات وفلتر وميرور وكل الحكايات ديك كلها والباك دروب انك تعمل خلفيه يعني تبدا مصاحبه للفيديو هي سورتو للصغيرات يشيخوا بها برشا كيف تحط لهم خلفيه هكا فيها شويه ابداع وخيال وشخصياتك كرتونيه وغيره على فكره حتى الباك دروب نجم تختار باك دروب خاص بك انت نجم تعمله ابلود من
من الانترنت يعني، ولا حتى من الواقع تسجل صورة تعملها upload as a backdrop عندك وتستعملها وتوظفها في التسجيل في الفليب جريد. فوالا اي نجم نزيدو خلفيات من الباك دروب هذيك، والنجم نزيدو فريم زاده من الايفكتس هذيا، من نجم زاده نزيدو من البورد لهنا زاده خلفيات. صحيح في الباك دروب هي فيها اكثر انيماسيون، فيها اكثر ايفي، اما حتى من البورد لهنا نجم نزيدو كيف كيف. هذه عملناها بكري في كيما عملنا معناها الفيديو هذاك نتاع البدايه نتاع التعليم، هو نفس معناها العمل في الفيديو نتاع الاجابه. فريم كيف كيف يعطيك الصحه. فوالا نجم نزيدو فوتو كيما معناها صوره كيما زدناها بكري لهنا، نجم التلميذ معناها ينجم يصور نفسه ولا يصور معناها ولا يعمل تصويره باش يبين فيها البادي بارتس هذوك كيما كنا نحكوا لهنا، التصوير نجم تكبرها وتصغرها. تنجم تزيد كما كنا نحكو زيادة جيف ولا ستيكرز، تنجم تزيد تنجم تزيد تكست، يمكن إضافة نص هذا كيف كيف الجيف نجم نصغروه ونكبروه. هنا نجم نزيدو نص، نبدلو لون الكتابة، خلفية النص كذلك، يمكن كذلك إضافة الصوت من هنا مايك، أما أنا مش باش يخدم لي هذايا المايك باش نزيد الصوت. مساء النور، أهلا وسهلا مرحبا بكم. أما أنا ما يسجلليش الصوت لهنا، عندي مشكلة في المايك ربما. عبير لحظة، هناك من يغادر القاعة لضعف الانترنت، أستاذة أحلام أرجوكم قبل المغادرة يمكن تعمير الفورمز. أستاذة سونيا تفضلت بنشر الرابط. تسجيل الحصة إن شاء الله ستجدونه على القناة يوتيوب. أستاذة سلوى تفضلت بنشر الرابط أيضا. يمكنكم الالتحاق بجروب الواتساب والصفحة الفيسبوك، الروابط كلها موجودة في الشات لمتابعة كل جديد ومستجدات المجموعة التونسية للتكنولوجيا والتربية والتدريب. شكرا، تفضل أستاذ عبير. تسمع في الانترنت؟ لا انت يمكن أستاذ عبير، يمكن انت عاملة بارتاج بالصوت ولا على الأشغال متاعك، يعني باش نسمعوا الشغل متاعك يلزم يكون عامل الشير بالصوت. احنا تاو ماحناش نشوفه في فليب جريد، نشوفه في تيمز عندك. تسمعوا فيها ولا لا؟ نسمعوا فيك انت اي، اما التسجيل الصوتي لا. التسجيل مزيان، انت نسمعوا فيك بوضوح. التسجيل الصوتي انا ممكن عندي مشكله في المايك، سجل بيه وما يخرج ليش. ما يسالش، مش مشكله، الفايده الفكره وصلت للمجموعه ان شاء الله يجربوا عندهم الروابط. نجم تعطيهم لينك من عندك الجروب نتاعك اذا كان تحب يشاركوك. أي عندك حاجه اي شارك معاهم الرابط التوبيك او جروب من الجروب اللي عندك. عندنا
عندي لينك اعطيهم حطوا في الشات مثال نشاركوا معاك استاذ عبير. لحظات فقط رجاء من الحضور يعمروا رابط الحضور على خاطر باش يسهل علينا عملية إسناد الشهائد حتى تصلكم بكل سلاسة. مثلا هذا التوبيك وهذا الرابط الخاص به. يا ريت لو سمحتوا كم رابط مش رقم. اي لينك اللينك مباشره استاذ عبير يكون اسهل. ايوه شكرا. يعني نفهم انه ما فيش تسجيل للحلقة الجميلة دي؟ ايه موجود طبعا التسجيل. فيه طبعا اكيد بإذن وضعت الله. رابط قناة اليوتيوب الخاص بالمجموعة التونسية للتكنولوجيا والتربية والتدريب في كل حصة اضعه الروابط. نعم وضعته على التشات. رابط رابط القناة مباشرة على التيمز. يمكن إعادة نشر رابط أستاذة سلوى مرة أخرى. شكرا. نعم طبعا احنا في انتظار مشاركاتكم في التوبكس والفليب جريد اللي احنا نشرناهم معاكم اليوم. يسعدني اني نشوف مشاركاتكم حتى معناتها من بعد الحصة، وكذلك انتظر التحاقكم معنا على الجريد بالز. عندكم أسماءنا المجموعة الكل موجودة عندكم الأسماء متاعنا، تستطيعون الالتحاق والبحث في جريد بالز. هذا سيكون إضافة لكم ولنا في الترشح للقب معلم مجدد خبير لدى مايكروسوفت في سنة 2023. بالتوفيق للجميع. سيدي وضعت مرة أخرى اكسحة قناة اليوتيوب رابط اليوتيوب. نعم وسأضع الآن رابط الواتساب. سأضع الآن لكم رابط الصفحة صفحتنا صفحة المجموعة التونسية للتكنولوجيا والتربية والتدريب على الفيسبوك. أستاذ عبير. نعم هل هناك إضافات؟ فقط ننتظر ورود بعض الإجابات. حسنا أنا بدخل بيطلب مني يوزر نيم على الجروب بتاع الفليب جريد. المطلوب اللي هو يوزر نيم يعني اسم مستخدم ولا بيبقى لينك انا على الفليب جريد؟ نفس الشيء استاذ عبير. يمكن ان اضيف هنا الممبر. لا هي لو تسمحي استاذ عبير هو في الاوبشنز بتاع الجروب. لو تسمحي ادخلي للاوبشنز بتاع الجروب. نعم
هنا في الجروب عنا members، يمكن أن نضيف أسماء members أخرين. لا، هو في نوعين من شير، يعني باليوزر نيم أو باللينك. أستاذ عبير يمكن أن أدخل؟ نعطيك البرتاج. شكرا، لو سمحتي عشان أفسر النقطة دي. شكرا. طيب، في شارة؟ نعم، موجود. طيب، شكرا. هذا الـ options edit group، الخاص بالجروب. عنا اللينك، عنا details اللي هو اسم الجروب والـ cover image وغيره، وعنا settings اللي هما privacy active or not active block members etc. في details في option على ال sharing، يعني نستطيع أن نشارك الجروب عن طريق اللينك أو عن طريق people you approve anyone with the link or only people you approve، يعني حتى لو نشارك باللينك مش حت يكون عندك مش هيسمح لك الاكونت انك تدخل على الجروب الا انه صاحب الاكونت يقبلك، يعني هنا only people you approve. نجم زادة تعمل الشيرينج متاع الجروب باي ايميل او باي جوجل كلاس روم، يعني انشاء قسم في جوجل كلاس روم وهكا تنجم يكون عندك. دونك هنا مش تتخذ student ايميل، دونك تحط الستودنت ايميل هنا وتقبل، والا يكون عندك جوجل كلاس روم وتجبد الكلاس ديريكتومون، يعني تكون عندك اسامي الكلاس في جوجل كلاس روم تجبد القسم نتاعك بصفه مباشره. هذا بالنسبه للجروب. بالنسبه للتوبيك، مش ندخل التوبيك هذا مثلا edit topic، كيف عندك ال about sharing يعني settings. Response allow attachment link etc. guest نستطيع انه يكون عندي guest password، يعني نستطيع انه نعطي guest password، يعني يدخل بال password للاكاونت، يعني مش باللينك، بالكود وبالباسورد، يعني حتى نعطيه اللينك ما يدخل الا بالباسورد. أستاذة عبير، أنت لما عملتي شير لللينك من الجروب أو من التوبيك؟ من التوبيك. التوبيك يطلب خاطر فيها برايفسي شوية. أنت الأسهل إنك تعمل الشير من الجروب، باش يكون عنده الإمكانية إنه يدخل على topics متاع الجروب الكل. يعني share by link في الجروب أسهل من share by link في topic. يعني لو كان نعمل share للtopic هذا، عاوش نجربوها نفس topic اللي استعملناه بكري، يعني sorry share. okay، لهنا مش نمشي لل private.
اطلب نو مش جوجل اكاونت. لا شوفي ريت باللينك يتعدى بصفة مباشرة. إذا كان الأوبشن اللي أنت واخدتها في الشيرينج ذا لينك ما هيش باللينك، وإلا يطلب يعني الأوكي من الأدمينستر أوف ذا جروب. يعني يمكن أنت عاملة أكتيفيت للأوبشن بتاع شيرينج ذا جروب anyone with the link، هذه anyone with the link، وإلا only people you approve can join. هذه ثبتها. أنا عندي share your group with the link. Member will need. أي معناها anyone will be approved or فما restriction يعني. Anyone ما فهمش الاستريكشن. لهنا ريت عندي الإمكانية إني add members. Invite member. You can invite members by link or fresh activate anyone with a link. هذا هما الأوبشنز. كان اليوزر نيم والكل كان نجموا نزيدوهم في الفيرشن القديمة. كان نجموا نصنع كلاس بال إكسل شيت. نصنعوه معناتها ليست كاملة بتاع كلاس. ونعملها import من الإكسل شيت، وتوا ما عادش تنحت ولات باللينك، يعني سابت على أساس. ما زالت في بالي أستاذ أنس، في بالي ما زالت أنك تنجم تجيب الليست بتاع الجروب بالإكسل معناها. حسب التغيير يعني، خاطر البلاتفورم وقع تحيينها كليا يعني تغيرت كلها. الاوبشن هذه ما عرضتنيش الحقيقه. هما اكتفوا بال مش ناحي شيرنا، اكتفوا بال يعني شيرينج باي ذا لينك. انا خليت الشير اذا كان فما اضافه استاذه عبيد نجم تزيدها وقت اللي تنجم شركات كيفاش فما وقت اللي تدخل يعني عندك ابلود سي اس في تنجم تزيد ليست كامله نتاع معناتها اليوزر نيم نتاع مثلا الكلاس نتاعك اللي الكل اللي بعد يدخل بالاسم. هذا وقت باش تعمل كريت جروب تابوت لوطه بالكل. لا عملنا شير سكرين ما حناش نشوفو. انا اعطيتك لما باش تعمل شير من عندك لحظات. قصص الانبياء هيد باهي لهنا وقت باش نعملو كريت جروب غيروا اسم فليب جريد خلوه فليب بس. لهنا add username instead هذية. يمكن إضافة upload CSV هذية لهنا معناها يبدأ عندك ليستة كاملة متاع تلامذة متاعك مثلا. في الكرييشن أنا لوش في الأوبشن في الكرييشن upload CSV. Yes. تنجم تزيد ليستة كاملة بالباي إكسل أو معناها تزيدها باليوزر نيم لهنا كل مرة وتزيد اسم. لكن في التغيير بتاع الجروب الأوبشن هذه مش موجودة. ينفوا صنعنا الجروب يعني نجمو نرجع نزيدو يوزر نيم. هذه مش عند أنا ما عنديش في الأوبشن اللي عندي مش نجرب. بالنسبة للجروب اللي أنا لحظات فقط نرجع للجروب اللي عندي. أوكي في الكرييشن تلقاها أكهاو. كان في الكرييشن أكهاو يعني add username instead تلقاها.
بال CSV. أنا قاعدة نثبت معاكم ميسيلش، إحنا بكلنا نعلمه ونتعلمه. نحب نثبت في الـ options settings. كي يبدأ الجروب ديجا كريت نجم تزيد. Edit. وتعمل بعد save changes. راه عندك أنت موجودة؟ أي. هذا جروب موجود ديجا already. أدخل الجروب موجود. أي. موجود ديجا هو قديم. مثلا عندي الجروب هذايا، نمشي للستيلو البين هذايا تقرص عليه ايديت الجروب، تنجم تدخل تعمل عليه موديفيكاسيون. هو الجروب اللي انا معناتها عملت شير معاكم عليه، اللي هو مازال كيف صنعته يعني جديد ما عطانيش الاوبشن هيك الحقيقه. دونك ندخل الجروب قديم، خليني نفهم، خاطر نحب نفهم، نحب نتاكد. شفت الجروب القدم يطلع لك؟ لا استاذ عبير، الجروب القدم يعطيك، لما في الجروب جدد لا. معنى الجروب اللي عملته اليوم ما يطلعليش؟ ولا هاو، عندي جروب قديم دخلت فيه، خاطر انا ديجا خادمه بالاوبشن هذيك نتاع اليوزر نيم في جروب قديم. كيف دخلت يعطيك لما باش تغير وتزيد وتستعمل سي اس في هذيك. هاو عملت سكرين شوت وحطيتها في الشات. اوكي، هذا جروب قديم. الجروب الجديد ما حبش يعطيني لما، مش موجوده الاوبشن. قلت لك في التحيين خاطر هذا الجروب هذا عملته قريب يعني في الفترة هذه متاع الـ MIU Expert هذيك، عملته قريب توا معناها ما عاديش برش. عملت Edit Group، همش نعملكم سكرين شوتس مرة أخرى. يعطيك كان اللينك اللينك والإيميل والجوجل كلاسروم. هذه معلومة مهمة باش الواحد يعرف وين تلقى الشهادة. أستاذة نور ان شاء الله على الصفحه، استاذه سونيا على الصفحه او باي ايميل نثبته مع الاستاذه سونيا. على كل اكيد ننزلوهم على الصفحه. تفضل استاذه انس. انا بالجروب اللي عملته اليوم نجم نضيف اللينك اور ايميل اور اليوزر نيم جديد. اي وانت تصنع فيه، وانت تصنع فيه جديد. اي اما اذا كان صنعته، إذا كان صنعته من الأول باللينك لا ما عادش تتبدل باللينك. فهمتك. أي فهمتني شو اللي صار. أنا توا اكتشاف بالنسبة لي الأوبشن هذه جديدة بالنسبة لي، خاطر ما كانت في الحالات الكل تنجم تغير في كل وقت لينك، جوجل إيميل، جوجل كلاس روم، إيميل، يوزر نيم، الكل في كل وقت يعني. فلا هذه هي الحكايه يعني. اذا كان جروب قديم اوتوماتيك تلقاها الاوبشن موجوده. اذا كان عملت جروب جديد وما استعملتش اليوزر نيم واستعملت اللينك، ما عادش يعطيك لما باش تصنع يوزر نيم، يقعد يخدم معاك باللينك ولا الجوجل كلاس روم كذا. اذا كان انت استعملت يوزر نيم من الاول في الكرييشن، ينجم يعطيك الاوبشن وتزيد وتغير كما تحب على حسب الاستعمال طبعا. اول عطيتك لما وبارطاجي ليكرون. شكرا. أنت كملت أستاذة عبير؟ انتهيتي؟ أنا كملت، لكن أنا عندي الإمكانية باش نبدل اللينك، ما عرفتش ثم حاجات مش كيف. مشكورة أستاذة عبير على المجهود والتقديم الثري اللي قدمته لنا اليوم. أكيد هو راهو التكنولوجيا والمعلومات والتطور مش يقف عند هذا الحد. أستاذ عبير، أقل معناها طريقة نجم نعبر بها الشكر متاعنا والامتنان على حضورك معنا ليلة في حصة التكوين الخاصة بتطبيق فليب جريد ليوم 2 جويلية 2022 في إطار الترشح للقب مجدد خبير، معلم مجدد خبير لدى مايكروسوفت، مع المجموعة التونسية للتكنولوجيا والتربية والتدريب اللي ترحب بيك ترحاب كبير، وإن شاء الله نلقاكم معنا في تدريبات أخرى. شكرا. بصفة متواصلة. شكرا للجميع، يعيشك. شكرا للحضور، إن شاء الله الإفادة صارت، إن شاء الله الإفادة وصلت. شكرا. شكرا جزيلا لحضورنا الكريم على حسن المتابعة والاهتمام، وإن شاء الله رب يزيدكم من علمه وفضله. شكرا جزيلا من الأعماق إلى المدربتين المتميزتين السيدة أنس الذهبي
وإلى مش بالروحي زادة يا توريت عمالة مسالش راهو فما حاجة في التنمية البشرية اسمها الاستحقاق، وأنا نأمن بها الاستحقاق الاستحقاق في المواصلة إن شاء الله باش نكملوا على خطام ثابتة مع بعضنا، يعني إن شاء الله نكونوا أفدنا وقتها. يعطيكم الصحة وإن شاء الله في ميزان حسناتكم. يعطيك الصحة أنس، يعطيك الصحة عبير، ربي يبارك لكم إن شاء الله. كيف ما قلت أنا من الأول نساء بلادي نساء ونصف، وأقولها مرة أخرى نساء بلادي نساء ونصف. شكرا للجميع، يعطيكم الصحة نورتونا، وإن شاء الله ديما تكونوا متابعين الأوفياء، وإن شاء الله تخرجوا من الحصة تكونوا معلومات شافية وضافية، والمهم احنا عنا ان تكون المعلومة توصل بطريقة سهلة وبسيطة وسلسة للجميع. ألو اسمع فيها؟ أي نعم. واضح صوتك سي محمد. مدام عبير على مقدمته وهي بترهسك ثاني حصة هذه تقدمها معنا، وإن شاء الله اللي يجي أفضل. يعطيك الصحة مدام أونس على تعويضك الأكثر من رائع لما كان مقترح. شكرا سي محمد. تقريبا الستة ما في كيفاش أمر، وشكرا لكم على تلبية الدعوة فعل وتقديم الأفضل. أعطيك الصحة مدام سلوى للتنسيق. نحب نشكركم الناس كل الفليب جريد ما تكتفيوش بالتكوين فقط، وإنما بارتاجوا اللي توبك واللي جروب باش يولي عندكم أكثر فيديوهات وأكثر شانس أنك تربح كليدة في الدشيفمون. وغدوة إن شاء الله مع مدام سونيا مش نكملوا في الـ في البحث الملف في النومينيشن ولا غدوة حصة ثالثة. نعم قدمنا حصتين ثم هذه الحصة الثالثة. إذن شكرا لكم جميعا، ربي يبارك لكم الناس الكل وتصبحون على خير. على خير ناس كل، شكرا.